دكتوره فاطمه سامي ابراهيم فضل طبيبه اسنان اخصائي التركيبات الثابته زميل الكليه الملكيه للجراحين بايرلندا. اهلا بكم، الانسان ممكن يفقد سنه في مشكله او حادثه او حتى خطة والموضوع دوت بيكون مزعج جدا للانسان وكمان الموضوع دوت على فكره بيتساوى فيه ستات ورجاله ممكن سيده لا قدر الله وهي بتسوق العربيه او حتى وهي بتعمل شغل البيت تتخبط فتفقد سنه طبعا الامر دوت بيبقى مزعج جدا للانسان آه في ناس بتاخد خطوات سريعه تجاه الطبيب ما بتستناش على السنه المفقوده وتقول على طول لازم ان انا اتصرف او ان انا اعوضها لانها مقصره في شكلي مقصره في شكلي ومقصره في نفسيتي كمان وفي ناس بتستنى على السنه المفقوده حتى نلاحظ دوت ان في ممثلين وفي نجوم عندهم سنه مفقوده ومستنيين عليها لحد الان وساكتين وحتى وكمان مع قرب الكاميرات ومع مع الاضاءه الواضحه وبرده مستنيين على الموضوع ده رغم ان هو شيء مزعج جدا وان فقد الاسنان دلوقتي بقت في وسائل تكنولوجيه حديثه نقدر ان احنا نتعامل مع فقدان الاسنان ونقدر ان احنا نعوض السنه المفقوده بسهوله جدا وطبعا مع تقنيات زراعه الاسنان والنهارده ان شاء الله هنصلح مفاهيم كتيرة عن زراعه الاسنان وان احنا ممكن نحصل على سنه خلال ربع ساعه ان شاء الله انتبهوا الحلقة النهارده هتستمتعوا جدا و استفادوا جدا باذن الله وكالعاده منورانا في الاستوديو دكتور فاطمه سامي اخصائي التركيبات الثابته وزميل كليه الجراحين الملكيه بايرلندا مساء الخير يا دكتور اخبار حضرتك ايه الحمد لله الدنيا وان شاء الله تكون حلقه موفقه باذن الله تعالى زي ما احنا معتادين على على الكلام المهم وكم المعلومات الرائعه بنستفاد بيها ان شاء الله كل حلقه ان شاء الله آه بدايه سؤال الحلقه الاسبوع ده او المره دي هو هل صحه الاسنان تعتبر مرآه بتعكس حيويه ونضاره وصحه باقي الاعضاء في الجسم وباقي الجسم اه او لا ده اللي هنعرفه على مدار الحلقه من دكتورتنا اللي منورانا النهارده دكتور فاطمه ان شاء طبعا يا دكتور احنا اتكلمنا على طول فقدان الاسنان فقدان الاسنان طبعا حضرتك عارف مدى الاحساس او مدى الالم النفسي اللي الانسان بيشعر بيه ساعه فقدان الاسنان وانا يمكن جربت دوت في اخويا حصل له فقدان في اسنانه وشفت الحاله النفسيه السيئه وشفت قد ايه هو اتاثر نفسيا لدرجه ان هو بكى وهو في شاب في مقتبل عمره فعايزين يا دكتور كده نوضح السادة المشاهدين يعني ايه فقدان اسنان إن بيحصل لإن أنا أفقد سنة مثلاً لو هي دايمة يبقى نتيجة خبطة أو حاجة أو نتيجة حالة صحية مرضية أو مش كويسة للإنسان أو لو فقدان السنان اللبنية للطفل يعني طبيعي الأطفال بيبدلوا سنانهم لا. خلينا نتكلم على الفقدان اللي مش طبيعي اللي هو فجأة السنة بتقع سواء بسبب مرض أو بسبب حادثة أو أي حاجة حصلت هو ده اللي بيأثر في نفسية الشاب أو او اي اي انسان يعني بيفقد سنته لان السنه كمان مش شكل بس هو هتلاقيه مش عارف يتكلم كويس مش عارف يعمل مخارج الحروف صح مش ما بياكلش ممكن يجيله له عسر هضم اصلا لو في اسنان كتير مفقوده فلا الاسنان هي جزء من الجسم فهم يعني, يعني هي الجسم بيبقى حاجات متصله ببعض كلها على بعض مش شكل بس نعم يا دكتور تمام طيب يا دكتور عايزين نتطرق او نطول شويه استكمالا للسؤال اللي فات زي ما حضرتك قلتي ان الانسان اللي بفقد سن او مجموعه من اسنانه طريقه النطق او مخارج الحروف عنده بتختلف او بتتغير ما بتبقاش زي العادي طيب. ازاي اقدر او ايه التصرف المناسب او الصحيح أو ما سن أروح على الدكتور على طول علشان أنا دايماً زي ما كنا بنقول في الحياة اللي قبل كده أي حاجة بعالجها في الأول بيبقى حلها أبسط وبياخد وقت أقل وبياخد تكلفة أقل و... ومجهود وبدخ... أقل وتعب أقل بالظبط ما بدخلش نفسي بقى في مشاكل أكبر بعد كده علشان السن المفقودة لما بيحصل لها فقدان بقية الأسنان وال... والعظم بيحاول يعوض الفقد ده فأولاً مثلاً مستوى اللثة بيبدأ يعني يحصل حصار انحسار ثانياً العظم بيبدأ يقل كمان السنين اللي قبل وبعد السنة المفقوده بتبقى عايزه تقفل الفراغ ده نعم. فممكن الجدر بتاعها يبدا يتكشف فادخل بقى في قصص كتير جدا واوجاع كتير يعني نعم يا دكتور نقدر نقول من الكلام دوت يعني او نحط كده كذا بوينت للمشاهد ونقول له اسباب فقدان الاسنان سواء هي كانت حوادث او حالات مرضيه نعم. أسباب الحوادث طبعا واحد وقع وطفل صغير بيلعب مع أصحابه في المدرسة حادثة بقى وأنا نازل من على السلم مثلا حادثة عربية حوادث أنواع كتير جدا يعني نعم. الطبيعي بقى اللي هو بيبقى السنة اللبنية بنفق يعني بيبقى كل سنة لبنية اللي عند الطفل ليها معاد تبديل معين نعم. ده فقدان طبيعي للأسنان كلنا بنبدل أسنان فكل سنة ليها معاد تبديل معين بعد كده بتقع وبيطلع غيرها نعم دي الحلقة انا حتى من الحلقه اللي فاتت الخلع التتبعي والتسلسلي احنا لو انت حتى ما اتخلعتش احنا هنخلعك <applause> ليها ميعاد محدد ما فيش كلام فيه <applause> طب يا دكتور نقدر نعرف ايه هي الطرق العمليه اللي من خلالها اقدر اتجنب فقدان الاسنان مثلا ما يكونش عندي التهاب في اللثه التهاب اللثه ده حاجه من الحاجات اللي بتؤدي لفقدان الاسنان في الاخر اغسل سناني من مرتين لثلاثه في اليوم استخدم مضمضه ازور دكتور السنان بتاعي كل ست شهور عشان لو في تسوس الحقه الاول طبعا التسوس المتقدم بيؤدي الى فقدان الاسنان في ناس بتستنى على اسنانها فعلا لغايه ما تختفي ما تبقاش باينه معلومه كويسه جدا لان بعض الناس بتفتكر ان التهابات اللثه هو مجرد وجع شويه اخد مسكن او احط قرنفل زي مثلا دي عاده مشهوره جدا وكده حياته والدنيا هتمشي ما فيش اي مشكله خالص لكن بعض الناس ما تعرفش ان ممكن التهاب اللثه المتقدم زي ما حضرتك ما قلتي ان هو يؤدي الى فقدان الاسنان لا لا بيؤدي نعم. لانه بيؤدي الى انحصار في اللثه وانحصار في مستوى العظم فما بي... ما بيكونش في حاجه ماسكه لسانه فبتقع تمام نعم يا دكتور طيب لو فقدان الاسنان مش حادثه تمام واي سن ممكن يحدث يعني نقدر نقول السن الاكثر شيوعا المعتاد عليه ان هو يفقد فيه الاسنان زى ما اتفقنا يعنى فى اسنان لبنيه ده لكل سنة ليها معاد محدد يعنى مم. مثلا عندى السنان اللى من قدام من 6 ل 8 سنين بيتم تبديلها وهكذا مم. مفيش سن محدد طبعا لا. لحد يفقد سنة دايما كبير يعني لو السنان اللي في بقي كلها اسنان خلاص حصل لها تبديل واحنا اطفال، مفيش حاجه اسمها امتى السنه دي هتقع، لا هي المفروض تعيش معاك على طول، بيبقى مرتبط ده بعدة عوامل بقى، هل انا بهتم باسناني ولا لا؟ بنضفها ولا لا؟ لان في ناس مثلا عندهم 20 سنه وتلاقي عنده كذا سنه مخلوعه مثلا لا. نتيجه خراج او الم او حصل تكسير في السنه نتيجه التسوس، وفي ناس عندها 70 سنه وسنانها زي الفل، فهو بيرتبط بالاهتمام نعم يا دكتور انا نقدر نقول ان مش السن هو الفيصل في الموضوع يعني مش معنى ان انا كبرت في السن يبقى انا معرض لفقدان اسناني لا لا باسناني حتى لو انا عمري يبلغ 70 عاما فانا اسناني تمام بالظبط طيب يا دكتور زي ما حضرتك قلتي ان الاطفال دايما بيغيروا الاسنان اللبنيه في سن معين من سن 6 سنين 8 سنين 12 سنه الى ما الى ذلك هل في بعض الحالات النادره اللي بيحصل فيها سقوط اسنان عند الاطفال غير موضوع تغيير الاسنان اللبنيه ده ولا لا لو حصل له حادثه لو وقع لو خد خبطه او حاجه من الحاجات دي اه طبعا دي بتاثر على الاسنان حتى الدائمه اللي لسه ما طلعتش ايوه يعني ده سؤال مهم انا مثلا لو عندي طفل عنده اسنان لبنيه وتخبط فالسنه وقعت فاقول مثلا أنا هكبر دماغي كاب او ام او حد من الاسره هو كده كده دي سنه لبنيه ومعادها هتقع وبعد كده هتنزل السنه الاساسيه مكانها، هل بقى السنه الاساسيه دي ممكن ما تنزلش نتيجه ان هو فقد اللبنيه في حادثه مش بطريقه طبيعيه؟ ممكن ما تنزلش وممكن تنزل في مكان غلط فانا لازم بعد الخبط على طول بعمل اشعه عشان اطمن على الاسنان حتى دايماً اللي لسه ما طلعتش. تمام ماشي. نعم يا دكتور. طيب احنا دلوقتي يعني احنا عرفنا تفاصيل فقدان الاسنان كلها طب نقدر نقول كده دكتور اساليب العلاج فقدان الاسنان هل هي منحصره مثلا في اتجاه معين ولا قدامي كذا حل والمريض هو اللي يقدر يختار او الدكتور هو اللي يقدر يختار بتتم ازاي او 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 بنتفق ازاي هو المفروض الاثنين بيختاروا مع بعض يعني لا. الدكتور مثلا بيكشف على المريض الاول بيقول له انت مناسب ليك كذا وكذا وكذا وبالتالي نبدا نختار ايه الانسب على حسب الحاله على حسب التكلفه على حسب واحد يقدر ياخد العلاج ده وواحد لا اه فقدان الاسنان بالعرض ازاي لا مش بحاجه واحده يعني ممكن نعمل زراعه ممكن نعمل تركيبات ثابته ممكن تركيبات متحركه ليها حلول كتير قوي على حسب الحاله وعلى حسب هو كمان المريض يعني عايز يعمل ايه طيب. طيب زي ما حضرتك ما ذكرتي ان في اكتر من علاج على حسب الحاله بتاعة المريض او ايه اللي يلزمه المريض ده هل في من الطرق اللي حضرتك ذكرتيها طريقه اكثر فاعليه من الاخرى ولا كلهم بيبقى على حسب يعني مثلا انا عندي حالتي مثلا بتحتاج تركيب هو ده هيكون الاكثر فعاليه بالنسبه لي ولا الزراعه تكون اكثر فعاليه انهي فيهم احسن انهي فيهم افضل كل حاجه ليها ميزه وعيب وكل حاجه تنفع لحد وما تنفعش لحد م. بس في حاجات يعني زي ما العلم بيتقدم كل يوم الاسنان برضو والعلم فيها بيتقدم جدا الزراعه مثلا احنا دلوقتي ما بنزرع زراعه ما بقتش بحتاج ابرد في السنه اللي قبلها ولا اللي بعدها التحضير بيبقى مكان السنه المفقوده بس فعشان كده ناس كتير بتتجه للزراعه اليومين دول في حالات ما ينفعش اعمل لها زراعه مثلا بيبقى عنده مريض سكر مش متحكم في مستوى السكر بتاعه مش عارفين نظبطه او هو مش بيهتم لا ساعتها الزراعه مش هتبقى مناسبه لي حد مثلا عنده مشكله في عظمه فما فيش عظم كفايه و... والموضوع ده مستمر يعني ما عند حد معين فانا ينفع اعمل زراعه عظم او كده فده مش من... يعني ما يناسبوش الزراعه فبالتالي نتجه للتركيبات على حسب في في مريض تاني هو مش عايز يعمل الزراعه فبالنسبه له التركيبات الثابته او المتحركه الحل. يعني نقدر نقول ان الحاله المرضيه بتاعت المريض هي اللي بتحدد ايه العلاج الاكثر فعاليه. بالظبط. صح كده؟ وممكن يكون قدامنا كذا حل هو يختار من خلالهم الانسب له. تمام. نعم يا دكتور. طبعا احنا بنذكركم بارقام تليفونات دكتور فاطمة ظاهرة امامكم على الشاشة باستمرار وطبعا في اوفر دكتور فاطمة عاملاه يعني رائع جدا اتمنى من يعني ابناء القناة وكمان السادة المشاهدين جميعا كلهم دكتور تقدري تقول لنا هتوفر لنا ايه يوم الخميس عشان ندخل البهجة كده بمناسبة الكريسماس على السادة المشاهدين هنعمل 50% خصم على الكشف يوم الخميس من 5 ل 10 ان شاء الله باذن الله تعالى احنا يعني بنذكر تاني وبنقول لكم ان يوم الخميس القادم بي باذن الله تعالى من خمسه لكان يا دكتور؟ ل 10 باذن الله تعالى في 50% في اوفر على الكشف ان شاء الله آه وبنذكركم بارقام تليفونات البرنامج اللي عنده اي مشكله يتواصل معانا ان شاء الله. طبعا يا دكتور من كلام حضرتك ان في جسور وفي تركيبات وفي زراعه وكمان يعني الكوبري والحاجات دي المصطلحات دي كانت بتاعتكم انتوا بس احنا لما آه ذاكرنا ملف الاسنان استمتعنا جدا بان ان في حاجات جميله وفي حلول رائعه بجد دلوقتي ان مفيش اي مشكله غير قابله للحل في الاسنان طب عايزين نعرف الفرق بين الجذور والتركيبات والزراعه الزراعه هي حاجه بنعملها زي مسمار كده بيدخل في العظم وبعد نعم. كده بيتم التحام العظم مع المسمار ده اللي بنركب عليه التركيبه اللي بنستعوض بيها على السن المفقود نعم. ده الزراعه التركيبات بيبقى عندنا تركيبات متحركه وثابته التركيبات الثابته بيبقى يا طربوش او جسر او كوبري زي ما الناس بتقول بنحضر السنه اللي قبل الفراغ واللي بعد الفراغ عشان الكوبري ده يتلزق عليها نعم. ودي تركيبه ثابته يعني ما مش مش بتتشال وبتتحط التركيبات نعم. المتحركه بقى اللي هو زي الطقم او فك من الفكين بتبقى حاجه بنستعوض بيها عن الاسنان وعن جزء من اللثه نعم يا دكتور طيب نقدر نعرف من دكتور فاطمه ايه انواع الجسور ومدى فعاليتها ايه وهل اسعارها بتبقى مناسبه للمريض ولا غاليه شويه زي ما انا حضرتك عارفه بعض المرضى للاسف بيبقوا دايما متخوفين من فكره ان انا اروح لدكتور اسنان اول حاجه علشان الوجع والالم وحقنه البنج والحاجات اللي هي بتشكل شويه رعب بالل... للمواطنين والمرضى تاني حاجه علشان هم في اشاعه كده يعني ان دكاتره الاسنان دايما غاليين او عندهم التركيبات غاليه والجسور غاليه والكلام ده لا هو موضوع الالم ده خلاص يعني موضوع ما, ما بقاش ما. في حد خالص بيحس بالم في عياده الاسنان يعني طبعا. بالنسبه للأسعار لا هو بي دايما بنحب نسيب للمريض كذا اختيار وهو بيختار الانسب له يعني زي ما في تركيبات غاليه في تركيبات رخيصه جدا وبعدين مصر اصلا من البلاد اللي فيها علاج الاسنان رخيص جدا يعني لو قارنتنا بدول عربيه اخرى او دول غير عربيه ناس كتير قوي بتيجي سياحه علاجيه لمصر علشان احنا اصلا عندنا الاسنان رخيصه جدا يعني علاج الاسنان رخيص جدا في مصر نعم يا دكتور الحمد لله طيب يا دكتور التركيبات بقى المختلفه والحاله المناسبه لكل تركيبه طبعا زي ما حضرتك اكدتي بتقول ان في انواع كتير وان وان حسب حاله المريض ان انا بقدر ان انا احدد نوع التركيبه وممكن هو كمان يساعدني في اختيار نوع التركيبه حسب ميزانيته مزاني. طيب <applause> يا دكتور انواع التركيبات دي ايه ولو قلنا مثلا التركيبه كذا مناسبه لحاله كذا ولا ما فيش بقى مقياس للكلام دوت لازم يكون في ح... يعني ما فيش حاله شبه التانية يعني محب. على حسب انا دلوقتي لو بعمل استعاضه ل... لسنه او عايزه اعمل طربوش لسنه اماميه لا محب. هبقى يعني اختياراتي محدوده شويه عشان عايزه حاجه شكلها حلو علشان هي ما تبانش ان هي مش شبه اللي جنبها او شكل يبقى فيك احنا عايزين حاجه تبان ناتشورال جدا وشكلها زي السنان الباقيه غير لما بعمل تركيبه مثلا على درس علوي مثلا فهو مش باين فساعتها بيبقى قدامي كذا حل في التركيبات المريض هو اللي بيختار بقى الانسب له بس تمام طيب سؤال شبه اللي قبله شويه بس بنتكلم فيه عن الزراعه ايه انواع الزراعات المختلفه وبرضه في حاجه منهم بتبقى مناسبه او اكثر فاعليه للمريض او لمجموعه من المرضى معينين وهل برضه الاسعار بتاعتها بتبقى ريزنبول يعني في الرينج المتاح لاي مريض لحد حالته الماديه متوسطه ولا الموضوع برضه بيبقى اسعاره لا متاحة برضو لان هي على حسب الزراعات بتبقى على حسب بلد المنشا بتاعها ايه تمام. ففي منها انواع كتير جدا وفي رينج الاسعار بينها متفاوت فكل واحد بيختار الانسب له تمام فلا الموضوع مش مكلف ولو مكلف بالنسبه له بيبقى يعني في تركيبات مثلا تركيبات ثابته سعرها بيبقى مقارب جدا لثمن الزرعه فساعتها نختار الزرع افضل بالظبط علشان جميل. ما بيكونش فيها تحضير للسنه اللي قبل ولا اللي بعد ما فيش اجهاد على الاسنان الجانبيه وفي اوقات كتير قوي حالات بندمج بالحلين ببعض يعني حد بيبقى ما عندوش سنين في الفك العلوي كله مثلا طبعا. فبنحط بنوزع عدد الزرعات على الفك وبنعمل بين الزرعه والزرعه كوبري عشان ما اعوضش كل سنه بزرعه فساعتها برضو التكلفه بتبقى منطقيه يعني اه منطقيه يعني الناس ما تخافش ان هي لو عندها مشكله في الاسنان شكلتوه. او في الفم تروح على صح اللي. جدا بنشجع <applause> <applause> الناس اهو <applause> 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 تمام, تمام يا دكتور من كلام حضرتك نقدر نقول هنا ان تكنولوجيا زراعه الاسنان لا تقبل المفاوضه او ما تقبلش الاسم على اثنين الكلام ده صح ولا غلط هناخد فاصل وان شاء الله هنرجع نكمل تاني مع دكتور فاطمه باذن الله مالكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومستكملين حوارنا مع دكتور فاطمه سامي ابراهيم اخصائي التركيبات الثابته وزميل الكليه الملكيه للجراحين بايرلندا. اكمل الحديث معاك يا دكتور مش عايزين نضيع اي وقت خالص. طبعا احنا قبل الفاصل كنا بنقول ان تكنولوجيا زراعه الاسنان لا تقبل المفاوضه او لا تقبل القسم على اثنين، يعني هي لحاجه واحده ما ينفعش ليها بديل او ليها كده. طب راي حضرتك ايه في الكلام دوت الزراعه لا أوه. طبعا ليها بدائل كتير على حسب الحاله نعم يعني الزراعه التركيبات الثابته المتحركه كلها بتخدم نفس الحاجه كلها علاج للاسنان المفقوده لكن ما نقولش هي أفضل أو هي أحسن زي ما بيروج إن حلك إن هي هو الزراعة. هي أفضل في من ناحية إن هي ما بتخليناش نعمل تحضير في أي سنة تانية، نعم. فإحنا كده لو سنيني اللي قبل الفراغ ده مظبوطة وما فيهاش تسوس مثلاً فأنا لأ هبقى مش عايزة آجي ناحيتها، نعم. فساعتها الزراعة بتبقى حل جداً، أه طبعاً هي ميزة كويسة جداً في الزراعة يعني. نعم يا دكتور طيب نقدر كده نوضح للساده المشاهدين ان ممكن الزرع او عدد الزراعات ممكن يصل لكام واقل حاجه كام؟ على حسب الحالة ما فيش نعم. حاجة اسمها اقل حاجة كام يعني لو انا بعمل عندي سنة وقعت مثلا السنة دي اللي قدام وانا عايز اعمل لها تعويض فساعتها هيبقى زرعة واحدة بس نعم. بتختلف طبعا بقى الحالات على حسب لو ما فيش ولا سنة فزي ما اتفقنا من شوية ممكن نعمل ديزاين معين بيخلي عدد الزرعات يبقى اقل واعمل بين كل زرعة والتاني كوبري فبالتالي مش هضطر اعوض كل سنة بزرعة نعم بس نعم طيب يا دكتور بعض الناس للاسف بتهمل التهابات اللثه وبتهمل موضوع تسوس الاسنان هل ده بيبقى مشكله او لا ولو بيسبب مشكله بتبقى مشكله على المدى البعيد ولا ممكن دلوقتي انا مثلا حصل لي تسوس في خلال شهر في خلال شهرين ده يعمل مشاكل كبيره ومتطوره في خلال الفتره القصيره دي ولا ده بيحصل بعد فتره طويله بس المشكله في ايه انا دلوقتي حصل لي تسوس انا مش عارف ممكن اجي اكل حاجه على السنه ممكن تتكسر ممكن بدل ما الحل كان يبقى نعمل حشوه تجميليه في جلسه واحده بسيطة. أبقى نعم. لا مثلا محتاجة علاج عصب وطربوش ممكن لو استنيت اكتر من كده وفي ناس فعلا بتستنى لدرجه ان ما ينفعش الجزء اللي باقي من السنان ده اعمل عليه اي حاجه هم. هو لازم يتخلع لازم يتشال ويتحط مكانه فساعتها بقى هعمل زرعه او هعمل تركيبه ثابته او حاجه ثانيه هي أي مشكلة في الأول بتبقى حلها أبسط بكتير قوي من مسيبها تكبر. صح تمام. نعم يا دكتور. طيب احنا ضد اشعه يعني احنا من الحلقه اللي فاتت او من الحلقات اللي فاتت بننبه دايما الساده المشاهدين ان دور الاشعه ده دور مهم لا غنى عنه الاشعه المقطعيه في زراعه الاسنان هنا لا غنى عنها طبعا حضرتك تقدري توضح لنا اه طبعا الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه كمان قبل نعم. قبل عمليه الزراعه حاجه مهمه جدا لان انا لازم هبقى عارف المكان ده هل العظم بتاعه يصلح او لا قربه او بعده من اعصاب معينه سمك العظم وابعاده الموجوده في المكان ده ايه فبالتالي هجيب يعني زرعه ابعادها عامله ازاي ونوعها عامل ازاي كل ده نعم. بيفرق ما ينفعش ابدا نعمل زراعه من غير اشعه. نعم يا دكتور. طيب دلوقتي دكتور خلاص في مريض جه لحضرتك العياده وهو للاسف فقط يا اما سن يا اما جزء من سن يا اما فقط مجموعه اسنان. بس للاسف هو تاخر جدا في موضوع الزراعه يعني مثلا سين نقول قعد سنته مفقوده سنه او عده سنوات. هل ده بيسبب مشكله اكبر؟ من ان هو كان جه بدري علشان يزرع ولا لا طبعا لان ساعتها ممكن نلاقي الفراغ اللي كان ممكن نعمل فيه الزرع ده بدا يتقفل السنه اللي قبل المكان واللي بعد المكان بداوا يميلوا عشان يسدوا الفراغ ده تمام. والسنه اللي تحت كمان بدات تطلع عن مستواها فانا دلوقتي بقى عندي جذور مكشوفه او بقى عندي مساحه قليله جدا فانا ما اقدرش اعمل زراعه فيها فلا فاحنا كده بقى بدل ما زي ما بنقول بدل ما بوظنا سنه واحده او حصل فقد في سنه واحده بقى في مشكله في حوالي ثلاث او اربع دروس او بالزبط. اسنان جنبي صح نعم. كده؟ تمام نعم يا دكتور. طيب احنا نقول يعني حتى من كلام حضرتك ان الانسان لما بيتقدم به العمر في الخمسينات او الستينات الطبيعي او فكرتنا ان لازم ينال الزمن منه سنه يعنى او نقول ينال منهم فقدان الاسنان طب احنا عايزين نقول للمشاهد انت او حضرتك توضحى نصائح للمشاهد ان انت ازاى ممكن توصل لسن ستين او سبعين و شاء الله اسنانك لسه بحالتها الجيده وبنفس وضعها ملهاش علاقه يعني ناس كتير قوي سنهم فوق الخمسين والستين سنه بس بيغسلوا اسنانهم بيحافظوا على صحه الفم وبيعملوا جلسات تنظيف جير كل سته شهور زي ما قلنا قبل كده فبالتالي ما مش هيحصلوا اي التهابات ولا تسوس ولا اي حاجه ولو حصل تسوس هيعالجه في بدايته فمش هيحصل فقدان لاي سنه ملهاش علاقه بالسن لان في شباب كتير قوي عندهم عشرين سنه وخالع سنتين ثلاثه يعني على حسب. على حسب هو بيهتم ولا لا ملهاش علاقه خالص نعم تمام طيب السؤال اللي جاي مهم شويه احنا بنقول انه دلوقتي انا فقدت سن او مجموعه اسنان فالبعض الناس بتشوف ان الموضوع هو مجرد بس حاجه في الشكل يعني انا مثلا لما بضحك ابتسامتي بتبقى ناقصه لما بتكلم الابتسامه ال... مش بتبقى تمام او طريقه كلامي او شكلي مش حلو فبيكبروا دماغهم يعني باللغه الدارجه كده ويقولوا انا مش هروح لطبيب اسنان ولا هزرع ولا هعمل اي حاجه عايزين نعرف هل موضوع فقدان الاسنان بيأثر على وظائف وعلى اعضاء تانية في جسم الانسان وخاصة في الوجه والفكين والكلام ده ولا لا؟ اه طبعا بتأثر الموضوع موضوع الاسنان او فقدانها مش شكل بس يعني خلاص هو الشكل مهم بس مش هنتكلم في الشكل دلوقتي هو تمام. بيأثر على المضغ مثلا فده هي ممكن لو عندك اكتر من سنة مفقودة ما بتعرفش تاكل اصلا فبالتالي يبدأ يجي لك عسر في الهضم أم أم بيأثر كمان على مستوى العظم لو انا خلعت سنه او اكتر ففي ناس كتير قوي بيبقوا خالعين مثلا سنانهم اللي فوق دي كلها بتلاقي وشهم بدا يبان عليه التقدم في السن والعجز مع ان ممكن يبقوا لسه اصلا ما وصلوش لفكره لسنة. او لمرحله السن الكبير قوي ده لان مستوى العظم ابتدى يقل فبالتالي ما فيش سبورت للحته دي فما بقاش عنده الضحكه او الشكل الشبابي ده فلا الموضوع بيأثر مش على الشكل بس على الاكل وعلى الوظيفه ممكن كمان ما يعرفش يتكلم في مخارج حروف عنده ما تبقاش مظبوطه آه بس طب ده هيخليني اتطرق لنقطه ثانيه ليها علاقه بالسؤال ده آه في بعض الاحيان ممكن مريض يحصل له مضاعفات معينه في جسمه مثلا التهاب في الاذن تعف في الانف آه حاجه في المعده ويلف على الدكاتره على اكتر من تخصص وما يبقاش عارف هو عنده ايه والموضوع في النهايه يطلع او يكتشف ان هو ليه علاقه بالاسنان ولا ده غلط؟ لا بالظبط في ناس كتير قوي بيبقى عندها مثلا مشكله في عينيها او في ودانها بتروح لدكاتره عيون او انف واذن والموضوع بيبقى ريليتد بالاسنان يعني في الاخر بيطلع سبب اسنان خراج بقى او درس عقل مدفون او اي سنه ثانيه مدفونه بتبقى اللي عامل المشكله بالظبط طبعًا. وعلى العكس يا دكتور لو حد مثلا عنده مشكله نفسيه او تعبان من حاجه بيلاقي اسنانه بتوجعه وبيبقاش طبعًا. عارف السبب تمام موضوع الحاله النفسيه كمان بيأثر على اسنان جدا لان في ناس مثلا بيبقى عندها عاده ان هو بيفضل يجز على اسنانه وهو نايم نعم. ده بيعمل طحن في الاسنان بيشيل طبقه منها ما بيبقاش حاسس اصلا هو كل اللي بيحس بيه هو اول ما بيصحى من النوم بيلاقي العضلات دي وجعاه مع زيادة الوقت بقى في العاده دي بتبدا الاسنان تدبري خالص يعني يفتح بقه يلاقي مم. الطبقه اللي فوق كلها اتشالت وبيبقى في الم فظيع طبعا نعم يا دكتور طيب احنا لو قلنا حاله فقدت اسنان وعايزه زراعه لكن خايفه من الفشل يعني نقدر نقول لها ايه خايفه من حته الفشل من ناحيه الجيوب الانفيه، علاقه الجيوب الانفيه بموضوع الزراعه، عايزين نوضحها من خلال حضرتك. اولا ده بيبقى موجود في الفك العلوي عشان نعم. الجيوب الانفيه بتبقى مكانها هنا، نعم. الناس برده بتخاف بتقول لك لا مش عايزه اعمل حاجه في مناخيري تاثر عليا في الكلام ممكن اخنف او أيوة. لا هو ما بيأثرش خالص وما بنجيش ناحيه المناخير بس هو الموضوع كله ساعات بيبقى فيه جيوب انفيه نازله لمستوى الجذور شويه، فاحنا بس بنرفعها باجراء بسيط خالص وبنحط عظم يعني نزرع عظم في المكان ده عشان نعمل بقى الزرعة في العظم ده فالموضوع يبقى بسيط لو ما عملناش كده هي ممكن أصلا تفضل عايشة كده من غير ما تعمل استعاضه للسنه دي وندخل بقى في المشاكل اللي احنا قلناها كلها. طب هل ساعتها يا دكتور بنستعين بتيم او بمجموعه من الاطباء تانيين تخصصات انف واذن او اي تخصصات تانية مع تخصص طب الاسنان ولا هو دكتور الاسنان بيبقى ملم بالموضوع ككل؟ ساعات بنحتاج طبعا يعني بيبقوا تيم كله شغال مع بعض دكتور انف واذن ودكتور اسنان بس اصلا تخصص جراحه الوجه والفكين في الاسنان بيعمل العمليات دي تمام. يعني في تخصص منفصل اسمه جراحه الوجه والفكين ده ليه علاقه بموضوع العمليات اكتر شويه بالظبط كده تمام. تمام طيب في حاله ثانيه يا دكتور بتبقى عايزه تزرع تزرع اسنان بس خايفه من مشاكل في العض او العضه هل دي يعني حلها ايه او نطمنها ازاي؟ لا الموضوع بالعكس ده هو بيعمل استعاضه للعضه يعني احنا ما بنفقد سنتنا بيبقاش عندنا عضه اصلا تمام. فاحنا لما بنعمل زراعه بنرجع للعيان ده عضته ثاني عشان يعرف يمضغ ويتكلم وكده نعم يا دكتور طيب حالة عملت زراعة وبدأت تحس بألم شديد مكان الزرع هل هو وارد الألم هو المزرعة على طول أنا متوقع أن أنا أفضل شوية تألم مكان الزراعة ديت ولا ده مش طبيعي وإمتى نحس أنه هو مش عادي الزراعة دلوقتي بقت حاجة يعني إجراء بسيط كأني بعمل حشوة في سنيني مثلا عند أي دكتور فموضوع نعم. بسيط جدا هل وارد يحصل الم بقى على حسب يعني ما هو في ناس كتير قوي بتبقى ما يناسبهمش زراعه وتعمل لهم زراعه العظم ما كانش مناسب الزرع بدات تتحرك ده هيعمل الم طبعا لا. اول عين مثلا ما على تعليمات الطبيب ما بندخنش فتره معينه ما, ما بنعملش حاجات معينه بعد الزرعه على طول فبالتالي بيحصل التهاب اه تمام طب يا دكتور نقدر نقول ان نوعيه التركيبه او نوعيه الزراعه اللي بتتم او اللي بنعملها هي المسؤولة مسؤولية مباشرة أو مسؤولية كبيرة عن نجاح العملية بتاعة الزراعة ولا في عوامل تانية بتأثر معاها أو لا, لا طبعاً في عوامل كتير زي المريض واهتمامه زي أنا خلاص يعني اتفقنا قبل كده إن أي إجراء بنعمله في سننا ده مش معناه إن هي مش هيحصلها تسوس تاني أو مش هيحصلها فقدان لا إحنا لازم نهتم بسننا عادي جداً يعني مش معنى إن أنا رحت لطبيب الأسنان وعملت زراعة أسنان أو عملت تركيب أرجع تاني أهمل وأقول بقى خلاص أنا الدنيا لا 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 لازم يبقى فيه فيه تاني اسنانه كويس جدا <تصفيق> <تصفيق> طيب يا دكتور التركيبات المتحركه والمخاوف اللي حوالين التركيبات المتحركه قبل كده حضرتك في حلقات الماضيه طمنتي ناحيه التركيبات المتحركه انها بتبقى ساعات قرارات مناسبه لحالات معينه بالظبط طيب هي قرار سريع او خديع زي ما بيقولوا تفاصيل ايه التركيبات المتحركه هي مش خديعة. او عايزين نطمن الساده المشاهدين من ناحية لا لا هي مش خديعه خالص بالعكس هي اجراء بي بيناسب ناس كتير قوي وناس كتير جدا بتبقى حابه تعمل تركيبه متحركه بدل الثابته هي بتبقى حاله نفسيه يعني ساعات كتير في حد مثلا بيبقى كبر في السن مش عايز يعمل زراعة ولا ولا أي حاجة يبقى فيها تدخل طبيب الأسنان بيبقى عايز حاجة خفيفة جدا يعني وسريعة فبيتجه إلى التركيبات المتحركة نعم فلا هي ما بالعكس بسيطه جدا اجراء بسيط حتى في في الاهتمام بيها في في النظافه او في الكلام دوت الناس كتير قوي يعني انا سمعت كلام قدامي بالاكل بي بيبقى موجود فيها بي بيتحشر زي ما بيقولوا حاجات كده اه يعني بيبقى الكلام دوت الاقاويل دي بتبقى حوالين ناحيه التركيبات المتحركه لا ازاي ان انا احافظ على التركيبه المتحركه او ان انا ما اضمنش جودتها زي ما بيقولوا تفضل معايا عادي كويسه جدا لا التركيبات المتحركه بتعيش وقت كبير جدا واصلا نظافتها من اسهل الحاجات يعني لان لا انت بتشيلي الجزء المتحرك المحرك ده بتنضفيه بره بقك اصلا نعم يا دكتور. يعني بس هي فعلا في ناس بتفضل لابساها على طول ما بتقلعيش. لا هي المفروض ان هي بتتقلع كل يوم بالليل نعم. في محلول معين وبتنضفيها بقطنه وبترجعي تلبسيها تاني تاني يوم يعني ما تلبسيهاش وانت نايمه نعم يا دكتور طيب يا دكتور امتى نحتاج للتركيبات الثابته وامتى نحتاج للتركيبات المتحركه هل ده بيبقى على حسب حاله المريض ولا اختيار من الطبيب ولا اختيار من المريض نفسه ولا ايه العامل اللي بنقدر نقيس عليه الاختيار بتاع الـ بتاع ما هو الطبيب بيختار على حسب حاله المريض، حاله المريض تسمح بالتركيبات الثابته ولا المتحركه، ايه الانسب له؟ لازم المريض بيبقى واثق في الدكتور بتاعه، طالما انت واثق فيه هو هيدي لك كذا اوبشن ودول هيبقوا مناسبين لحالتك، انت تختار منهم بقى. تمام. نعم يا دكتور، طيب الاسنان بقى المقصوره مش المفقوده، هل هي تختلف التعامل عن الاسنان المفقوده و... وايه طرق التعامل معاه؟ يعني انا مثلا انا مريض عندي سنه بس مكسوره جزء منها بسيط او حتى نصها فبالتعامل معايا بيتم ازاي اه طبعا هيختلف تعامل تماما لان انا لو لحقت سنتي وهي مكسور جزء بسيط منها نعم. ممكن الموضوع يخلص في جلسه واحده عملنا حشو تجميلي وخلص الموضوع خلص نعم. او لو مكسور نصها هنعمل اشعه نشوف الموضوع واصل للعصب ولا لا ممكن نعمل حشو عصب و وطربوش على السنه فده بيختلف تماما عن السنه المفقوده، السنه المفقوده لا هنتجه ناحيه الزرع، انما لو عندي مثلا انا سنه مكسوره مش هتجه ناحيه الزراعه ولا تركيبات ثابته ولا الكلام ده. يعني نقدر نقول ان السنه المكسوره حلها وعلاجها بيبقى اسرع وافضل من السنه المفقوده. بالظبط كده. يعني. والوسائل بتبقى عباره عن ايه او اسهل في ايه؟ اسهل في العلاج يعني ما بياخدش وقت كبير آآ آآ اجراء بسيط جدا يعني وحتى هو التكلفه علشان الناس بقى اللي خايفه من التكلفه طبعا يعني ان انا الحق تختلف المشكله وهي صغيره الجديد. قبل ما تكبر صح كده؟ حاجه هخلصها في غير في ثلاثه مثلا فالموضوع بيفرق طبعا في التكلفه بالظبط تمام نعم يا دكتور طيب احنا سمعنا ان في حالات كثيره في الزراعه تحتاج لزراعه عظم وانا السؤال دوت يعني بيلحف عقلي جدا احنا بنجيب العظم منين <تصفيق> <تصفيق> انا عايز اعرف يعني الدكتور بيقول انا بعمل زراعه عظم الفك محتاج مثلا زراعه عظم او كده العظم ده بيتجاب ازاي يا دكتور هو بس مصطلح يخوف بس هو موضوع بسيط جدا بيتجاب نعم. منين يا اما المريض نفسه في اي جزء بناخد منه جزء من العظم يعني بيتعمل بطريقه معينه وبنزرعه او من اي جزء تاني خارجي يعني. موضوع يعني بسيط خالص يعني ازاي برضو يا دكتور معلش هتوضحيها شويه يعني اي جزء خارجي مثلا بيبقى من حوالين منطقه الفم برضو؟ ممكن من نفس المنطقه يعني لو أوه. احنا هناخد جزء من من عظم الفك ويتحط في المكان ده بطريقه معينه او بيتجاب من بره خالص يعني بيبقى مصدر خارجي مش من جسم الانسان بس مصنع يعني وبنحط العظم ده بطريقه معينه وبنستنى عليه شويه وبعد كده بنعمل الزراعه والموضوع بيبقى بسيط ما يخوفش طيب. ما تقلقوش خالص <applause> هو العظم زراعه العظم امر بسيط يعني جدا يعني تبقى حاجه بالجرامات يعني مش حاجه صعبه حاجه بسيطه جدا نعم يا دكتور تمام طيب الحمد لله دلوقتي ربنا كرمنا مثلا والمريض قدر ان هو يعرف مشكلته وحلها ايه ويروح للطبيب المناسب وعمل عمليه زراعه اسنان امتى بقى نقدر نحكم ونقول ان العمليه بتاعت زراعه الاسنان دي نجحت بنسبه 100% او بشكل كبير او ما نجحتش ايه البارامترز او ايه العوامل اللي اقدر احكم من خلالها على نجاح العمليه او فشلها لو عملنا تشخيص كويس جدا في الاول فطبيعي جدا ان الزراعه في الاخر هتبقى ناجحه الموضوع تمام هيبقى بسيط جدا هل نجحت ولا لا ده بيبان يعني اه مع الوقت, الوقت. الوقت. خلاص انا استنيت مثلا الفتره اللي الدكتور محددها ولقيت ان خلاص تم تمت عمليه الزراعه وانا بدات آكل واتعامل بالسن ده طبيعي جدا فاكيد الزراعه ناجحه لو بقى حصل مشاكل حصل التهابات في اللثه حوالين الزرعه ابتديت احس ان هي بتتحرك من مكانها في الم فده معناه ان الدنيا مش مظبوطه نعم يا دكتور طيب زي ما بنقول ان ممكن المريض ان هو يهمل في صحته او ان هو يتاخر في علاج اسنانه احنا برضو ممكن جزء كده على الطبيب امتى يكون الطبيب جاني او يرتكب جريمه ناحيه المريض مثلا بتشخيص خطا او بخطه علاج غير صحيحه بنحددها ازاي يا دكتور او نقول لا الدكتور يحس ساعتها ان هو فعلا ما مشيش الخطه سليمه مع المريض لو في حد ما عملش اشعه معينه لازم تتعمل قبل ما نعمل عمليه الزراعه فهو نعم. طبعا غلطان لو خطة العلاج ما كانتش واضحة للمريض من الأول خالص الاتفاق بين المريض والدكتور ده شيء لا غنى نعم. عنه أساسي جدا طبعا نعم عشان ما يرجعش تاني المريض يقول يا دكتور انت <applause> اللي انت السبب اللي السبب في كل حاجه كل حاجه ليها ميزه حاجة. وعيب لازم العيان يبقى عارفها ولازم العلاقه بين الدكتور والمريض بتبقى فيها صراحه عاليه جدا فيها ثقه شويه بالظبط طيب طب يا دكتور زي ما حضرتك عارفه للاسف ان احنا عندنا يعني في الشعب المصري كتير دايما دمنا خفيف ودايما عندنا معلومات طبيه ما نعرفش احنا جايبينها منين اصلا يعني, <applause> يعني اي حد ممكن تقعدي معاه يقولك تحس ان هو دكتور ودرس عشر سنين مش سنين بس معك. فنقدر نقول ايه للشخص اللي بيتقول وبيقول ان التركيبات افضل من الزراعه بناء على ايه يعني بناء على ايه هو, هو إيه؟ كون رايه وخلاص ومش <applause> عايز حد يناقشه فيه المشكله ان الناس واخده يعني وجهه نظر كده عن الزراعه ان هي عمليه وصعبه ومكلفه لا ده مش حقيقي وكل ما الوقت بيعدي كل ما بيبقى فيه تكنيكس جديده للموضوع والموضوع بيبقى اسهل نعم. الاسنان كلها كده مش الزراعه بس يعني سواء تركيبات سواء حشوات سواء تجميل كل ده حصل فيه تقدم فظيع فما بقاش الموضوع لا عمليه ولا ولا, ولا وجع صعب. ولا الم ولا تكاليف زي الاول زي ما الناس بتتخض وانا رايح لدكتور الاسنان فهيفتح بقي بقى ويشق ويعمل عمليه والكلام ده خالص وبعدين الصور يعني المتداوله على النت تحس ان في حاجات حديده تخوف <applause> ده لا لا لكن لا لا. الامر بسيط جدا ما زي ما حضرتك وضحت المفروض المريض بيثق في الدكتور خلاص ما بلاش يدخل في التفاصيل دي مش اي حد مش طبيب ما ممكن ما يقدرش يشوف الصور دي يعني لا. والحاجات دي بتبقى مخوفه جدا فلا انا واثق في الدكتور بتاعي خلاص هو هيقول لي الحلول واسيب له بقى يعني نفسي زي ما بيقول اه الخطوات يبقى في شويه حاجات للساده المشاهدين عايزين يعرفوها عن الزراعه عشان خاطر ان احنا نضمن عمليه زراعه ناجحه مستكملين حوارنا ان شاء الله مع دكتور فاطمه بعد الفاصل باذن الله بعد الفاصل اعزائي المشاهدين ومستكملين حوارنا مع دكتور فاطمه سامي ابراهيم اخصائي التركيبات الثابته وزميل الكليه الملكيه للجراحين بايرلندا الوقت بيجري بينا يا دكتور وعايزين اجري بالاسئله على طول عشان نلحق نستفاد ان شاء الله بكم معلومات طب يا دكتور احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الزراعه وكنا بنقول نقدر ان احنا نقوم بعمليه الزراعه وما نهتمش بمكان عصب الفم لا طبعا لازم نهتم بمكان عصب الفم عشان دي مشكله ممكن تخليني احس بتنميل في الجزء اللي انا عملت فيه زراعه من غير نعم. اشعه مثلا وطبعا ده بيبقى غلط على الدكتور اللي يوافق يعمل زراعه من غير اشعه لا لازم اشعه ولازم يبين لي بعدها عن العصب ده قد ايه عشان ما نعملش مشاكل خالص يبقى بنعالج حاجه ما نبوظش حاجه ثانيه. نعم طيب زي ما قلنا الوقت بيسرقنا فعايزين ما ننساش ونرجع تاني لسؤال حلقتنا اللي قلناه في البدايه وهو هل صحه الاسنان بتعتبر دلاله او مراه بتعكس صحه الجسد من جوه وصحه الاعضاء المختلفه ولا دي اشاعه ولا دي مقوله غلط ولا ايه؟ لا نعم مقوله صح طبعا لان هي الاسنان جزء من الجسم كل <applause> كل حاجه بتبقى متوصله ببعض فزي ما قلنا من شويه احنا ممكن يبقى عندنا الم في عينينا او في وداننا مثلا في الاخر نكتشف ان السورس الالم ده من سناننا <applause> <applause> فكله بيأثر على بعضه عمليه الاكل مثلا يعني حد ما بياكلش مثلا ده مش هيأثر عليه هيأثر على جسمه كله طبعا هيأثر على كل حاجه فيه طيب دي نقطه مهمه جدا موضوع التغذيه هل موضوع ان انا اهتمامي بالاسنان وغسل الاسنان واستخدام خيط الاسنان والكلام ده هيحجبني عن مشاكل تانية كتير وبقى اهمل الاكل والتغذيه السليمه وفيتامين دي والكالسيوم والحاجات دي ولا اعمل مزج ما بينهم لا طبعا احنا بنعمل كده عشان نعرف ناكل كويس أيه. <applause> صح كده يعني الاكل برضو حاجه اساسيه طبعاً. في صحه الاسنان طبعا اكيد تمام نعم يا دكتور طيب لو عدد الاسنان المفقوده زي ما احنا رجعنا لعنوان حلقتنا الاصلي عدد الاسنان المفقوده كبير التركيبات اللي هي الانسب او هي الاصح لو عدد الاسنان كبير فساعتها نعم. انا مش هيبقى فيه حاجه اصلا اعمل عليها تركيبه ثابته نعم. ساعتها يبقى الحل الوحيد هو زراعه الاسنان بس احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل مزج بين الحلين نعم. بحيث ان احنا نعمل عدد زرعات اقل وبيكون بين كل زرعه والتانية كوبري او جسر يعني اللي هو تركيبه ثابته ما بين حاجتين ما بينها وبين بعض وسهلت العمليه اكتر بالظبط طيب هل يا دكتور نقدر نعمل زراعه زراعه للاسنان او تركيبات للاسنان ونهمل فكره التهابات اللثه او 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 تعب اللثه ده طبعًا. كلام منطقي ولا كلام غلط لا لا مش منطقي لان ده هيؤدي الى فشل الزرع يعني مم. لازم صحه اللثه والعظم دي حاجه مهمه جدا 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 في يعني الزراعه لو عندي مشكله في اللثه الاول ابتدي اعالجها بالزبط. وبعد كده نبتدي بقى نتطرق لموضوع الزراعه او التركيب صح كده, كده. و... ولو عملت زرعه فده معناه ان انا برده لازم اهتم باسناني وبصحه اللثه بتاعتي عن طريق غسيل الاسنان والمضمضه وازاله الجير كل فتره علشان زياره طبيب الاسنان آه. اهم حاجه صح لو, كده؟ لو عملت زياره روتينيه كده كل 6 شهور ده هي يعني هيخليني ابعد عن مشاكل كتير قوي تمام. نعم يا دكتور طيب انا تمام كده عملت اسناني ولا قدر الله حصل سنه مفقوده او او حصل اكتر من سنه مفقوده وعملت زراعه هل الفرق او في بيبقى في فرق شاسع قبل الزراعه او بعد الزراعه طبعا فرق كبير جدا يعني نعم. كان عندي جزء من سناني مفقود دلوقتي نعم. الجزء ده حصل له استعاده فانا ينفع اكل ومخارج الفاظي هتبقى مظبوطه وهعرف اتكلم وهمارس حياتي طبيعي جدا تمام في سؤال بقى مش عارف هيزعل حضرتك مننا ولا لا <applause> لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مفيش زعل هل التطور التكنولوجي والتكنولوجيا الحديثه بقى واكتشاف طرق حديثه زي ما حضرتك ما قلتي والتطور اللي حصل في علم في علم طب الاسنان ده بيغني عن مهاره الطبيب ولا لا. لا طبعا ازاي يعني لازم الحاجتين يبقوا مع بعض لازم ما فيش حاجه اسمها دكتور مثلا لسه بيشتغل بحاجات من 30 سنه و... ومجدتش في امكانياته ولا بيستخدم الحاجات المتطوره لا طبعا ده خلاص هيبقى يعني مش مناسب ابدا. عليه الزمن. اه بالظبط وفي نفس الوقت المهارات الجديده والتكنولوجي الجديده في عالم طب الاسنان مش هتنفع من غير دكتور شاطر فهو لازم يبقى في مزج بينهم. بالظبط. نعم يا دكتور. طيب انتقالًا بقى بالزراعه وبقى خلاص الدنيا بقت متظبطه وجميل احنا بنحاول ان احنا ناخدها ايه خطوات كده لحد ما وصلنا ان خلاص الاسنان بقى شكلها كويس فبقى في جزء تجميلي عايزين نقول عالم تجميل الاسنان هو السبب في تجميل الاسنان ولا رغبتنا احنا في الاهتمام؟ بمعنى؟ يعني انا دلوقتي انا اه عملت تجميل اسنان اه انا التجميل دوت هيتم من خلال ان الدكتور ظبط لي الجزء الجمالي ولا انا بسعى ان انا اهتم حتى لو مش هعمل تجميل او تبييض هو انا دلوقتي لو رحت عملت حشوه فانا لازم لازم الحشوه دي هتبقى فانكشنال كويسه معناه معناها ان هي اه كوظيفه بقت ممتازه وبقيت باكل بيها مثلا ومبقاش في وجع بس في نفس الوقت لازم شكلها يبقى حلو علشان أوه. شكلها يبقى زي السنه الطبيعيه اللي ربنا خالقها اللي هي بتؤدي الوظيفه ولكن في نفس الوقت شكلها حلو تمام طب احنا دلوقتي عملنا حشوه عصب بعد حشو العصب ممكن يظهر تركيبة مشكلة في التركيبة أو أنها يتضح للمريض أو للطبيب أن التركيبة دي ما كانتش مناسبة أصلاً من الأساس؟ بمعنى ان انا بعد ما عملت حشو عصب حصل الم مثلا مشكله الم اي ايا كان اه وارد طبعا لان زي ما قلنا ممكن حد يخلص علاج معين ويبقى شايف ان هو كده مش محتاج يهتم باسنانه وخلاص انا عملت اللي عليا لا طبعا مم. انت محتاج تهتم بسنانك زي ما انت بتحصل وشك كل يوم الصبح و... يعني دي حاجات مهمه جدا لازم كلنا نتبع الكلام ده احسن مظهر صحي يعني بعيدا عن مم. الشكل والجمال والكلام ده علشان الرائحه الكريهه بتاعه النفس علشان الابتسامه الجير ما يترصبش الكلام ده بالزبط.

<applause> نعم يا دكتور ده سؤال بقى مني انا كده عشان هنختم ان شاء الله معانا دقيقه من الوقت هو انا كلما زاد درجه بياض اسناني كلما انا كده اتاكدت ان عمليه التجميل بتاعه الاسنان اكثر نجاحا ولا <applause> ملهاش علاقه لا لا ملهاش علاقه طبعا درجه الط... يعني لو, لو احنا عملنا تبييض درجه التبييض دي ب... يعني بتبقى حاجه المريض بيختارها في ناس نعم بتختار انا عايزه درجه اسناني تفتح من 3 ل 4 درجات مثلا نعم فساعتها بيبقى بيناسبها نوع تبييض معين في حد لا عايز الدرجه الفاتحه قوي اللي هي بد... يعني بيضه جدا لدرجه ان هي وصل لثمان درجات عن سنانه الطبيعي وفي حد بيبقى عليه يعني عنده مثلا شوية جير وشوية تصبغات على الأسنان نعم. فبيبقى محتاج سنانه ترجع للونها الطبيعي بس فعلى حسب العيان عايز ايه بنوجهه بقى هل تعمل تبييض هل تنظيف جير بس كفاية هل تبييض يبقى نوعه عامل ازاي نعم يا حضرتك بتميلي لايه سريعا جدا <applause> هو يبيض قوي ولا لا احنا بس الوقت جري جدا مع حضرتك يا دكتور وان شاء الله هنستكمل حوارنا باذن الله الحلقه الجايه ان شاء الله وموضوع اكتر من رائع باذن الله تعالى وهنتكلم عن تجميل الاسنان بكل تفاصيله اتمنى ان احنا نكون افدناكم وارشدناكم لكل ما يتعلق بملف الاسنان ابتسامتك حياه ابتسامتك حياه مش بس كلمه لا تحافظ حافظ دايما على ابتسامتك باستمرار عشان تكون في افضل حال وافضل وافضل صحه كنت معكم امنيه سعد في برنامج ابتسامتك حياه الى اللقاء